الباب الثالث والستون ومئتان. باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.